معكم لاله فاطمه. جيت بواحد الوصفه اليوم ان شاء الله نتمنى تعجبكم، اللي هي الوصفه ديال اقولوا لها كرام. انتم كتشوفوا هذا الحمص عندنا مطحون، احنا غادي نصاوبوه دابا قدامكم انتم كتشوفوا. اللي هي هذه الوصفه كيستعملوها بزاف منطقه الشرقيه. هنديروا معها هاد شويه زيت البلديه، زيت العود، زيت الزيتون، كل واحد كما كيقول لك، بيضه انتم كتشوفوا كتجي بنينه بزاف، كيعجبهم الدراري. شويه الملحه ها هي قدامكم، يطرد الماء هذيك القرعه ما هزاليش، يطرد زيت معاه واحد الكاس يطرد ديال الماء ان شاء الله. دابا غندوزو ان شاء الله نخدموها. بسم الله على بركة الله، نديرو الماء في الإناء. حنا درنا يطرو ديال الماء، نديرو ديك السويته نديرو الملحه نديرو لك البيضه انتم كتشوفوا ان شاء الله. دابا غادي نخدموها بالميسور ديالنا بحال هكا، اندمج داك الخليط كله مع بعضياته. طريقه سهله، يصوب الانسان لوليداته في الدار ياكلوها، دينا بزاف. الوصفه زوينه، نتمنى تعجبكم ان شاء الله. ها احنا جبنا الحمص، نص كيلو ديال الحمص، هذا مطحون مغربل مزيان. نبقاو نخدمو هكا بشويه بشويه. هذه هي الطريقه ديال الكرار، المنطقه الشرقيه في الممشى تتلقاه، كيعجبهم تما مولفين به. حتى في المنطقه الشماليه طنجة، جدة، كل المدن اللي قرابين تماك هما كيستعملوه بزاف. احنا جبنا الاناء دهناه بالزيت، دابا درنا له الزيت. بسم الله، انت كتشوفوا كي داير خفيف. هكا يا ساهل اللي بغى يديرو لوليداتو، مزيان كيجي بزاف. دابا غادي نحشيوه في الفرن ان شاء الله، صوبناه وغادي نديروه في الفرن. بسم الله، ها هو الكرة ديالنا. وجد شوفوا الطريقه ديالو، شوفوا الطياب ديالو، ولا خاطر وكيتكل ماذا وكيتكل سخون، كيجي زوين، كيجي احسن دافي هكا كيجي مزيان بزاف. ها هو عندنا الباقي ديالنا الكرار، غادي ان شاء الله نوريكم كي كيديروا له الطريقه ديالو ديال الماكله. شويه الكمون، السودانيه مليحه، كنشريو لداك البوكيطات الصغارين هكايا كيبغيوهم الدراري، وليداتنا كيحمقوا على هاد الحويجات هادو على هكايا. وبالصحة والراحة للجميع، نتمنى تعجبكم هاد الوصفة، زوينة بالصراحة، زوينة بزاف بزاف. هذا المشاهدين
نطلب منكم تساعدوني تانتوما، شجعوني هاد القناة ديالي، ومرحبا بكم معايا ومرحبا بيا معاكم. تبارك الله عليكم، اللهم يسر الأمور يا ربي للجميع. شكرا بزاف.